السلام عليكم، معكم باديرا. إذا كنت أول مرة تشوفني أنا أنزل قصص رعب، لكن قبل لا نبدأ المقطع لا تنسون الاشتراك وتفعلون زر التنبيهات وانشروا المقطع. يلا ندخل على قصتنا. قصص الجرائم اللي بقولها كان تيك توك سبب كبير فيها. علي أبو لبن شخصية مشهورة على تيك توك، كان عنده فوق 900,000 متابع. كان علي يسوي فيديوهات يقلد فيها ممثلين معروفين. المهم في واحد من فيديوهاته طلعت مع واحدة اسمها أنا كان عنده حساب في تيك توك تنزل فيه، كانوا يرقصون بالمقاطع وشاركون حياتهم مع بنت أنا اللي كان عمرها 5 سنوات. لما تدخل حسابهم تحس انهم العائلة المثالية، كانوا عايشين في سان دييغو، كل شيء جميل وماشي كويس، صح؟ العكس هو اللي كان صاير تماما. أنا كانت من مواليد اليابان، والحياة في سان دييغو كانت جدا مختلفة عليها. معروف عن أنا أنها طيبة وشخصيتها جميلة، لكن مع مرور الوقت حياتها صارت مليانة مشاكل. كانت علاقتهم قاعدة تنهار، وعلي كان فيه حب تملك عجيب، الموضوع اللي خلاه يصير عنيف معها. علي كان يخاف يخسر أنا، وفكرة أنه يخسرها تخليه يصير مجنون. الثنائي حاولوا أنهم ما يطلعون مشاكلهم قدام الناس، وكانوا يحاولون يكونون الثنائي المثالي. لكن في يوم من الأيام صديقة أنا حست إن فيه شي غلط وسألت عنها وهي خايفة. علي كان من النوع اللي يحب السيطرة ونرجسي من الدرجة الأولى، وكان يتفاخر بإنجازاته وكمية الفلوس اللي معاه على تيك توك، وكل ما كبر عدد متابعينه يصير إنسان أسوأ وعدواني. سلوكه صار يخوف مرة، صار يحس إن زوجته تطلع حفلات كثير، وكان يكره تكون لحالها بدونه. كان واضح إن علي فقد السيطرة على نفسه، الشيء اللي خلى عائلته تبغى تتركه. والموضوع ما كان يوقف هنا، علي كان مدمن على المخدرات، الشيء اللي كان واضح في فيديوهاته، واغلب المعجبين تكلموا عن الموضوع في التعليقات. وفي احد البثوث اللي سواها على انستغرام كان سكران وفجأة طلع كيس المخدرات قدام المتابعين وبدأ يتعاطاها. في البداية المعجبين توقعوا انه قاعد يمزح وهذه مجرد دعابة، لكن خافوا لما استوعبوا انه من جد قاعد يتعاطى. اليوم اللي بعده نشر فيديو يعتذر فيه وقال ان هذه اول مرة يتعاطى فيها واستوعب قديش خطر الموضوع. وهو يسولف فجأة تكلم عن زوجته أنا وقال ما يعجبني فكرة انها تكون لحد غيري، الفكرة تتعبني. وفي تاريخ سبتمبر 2021 أنا بلغت عليه الشرطة لانه طيحها بقوة على الارض وسبب لها اصابات بليغة، طلبت منه الطلاق وقدمت شكوى انه ما يقرب لها. وفي اكتوبر من نفس السنة طلبت منه يطلع من الشقة. اسلوب علي بدأ يصير اسوأ واسوأ، صار يشرب كثير ويفتح بثوثه وهو يسوق ويشرب. فهذه الفترة كان يتواصل مع انا لكنها كانت ترفض تماما انها ترد عليه. عائلته طلبوا منه يتركها في حالها لكنه رفض، علي ما كان يبي يتركها ابدا، عشان كذا قرر يسوي خطة مريبة. لما عرف ان انا كانت برا الشقة سلل ودخل وحمل برنامج مراقب على ايباد البنت الصغيرة قبل لا يطلع سبب فوضى في الشقة. مع مرور الوقت علي سمع أنا وهي تكلم رجال عن طريق برنامج المراقبة، سمعها تضحك وتسولف معاه، عيونه قلبت حمرة من العصبية وعلى طول فكر أن أنا قاعدة تخونه. الرجال اللي كانت أنا تكلمه هو راي بورن، الشيء اللي ما يعرف علي أنهم مجرد أصحاب فقط. علي بعد ما سمع محادثتهم توجه للشقة على طول وطعن راي بورن 3 مرات وقتله، بعدين طلق على راس أنا وقتله. بعدها طلع من مسرح الجريمة وراح لمدرسة البنت عشان ياخذها، وقال للبنت المسكينة أنا أذيت زوجتي. وهو يسوق اتصل على أمه واعترف لها بالجريمة على الجوال، وعلى طول الأم أبلغت الشرطة وتم القبض عليه وفي الطريق. مع أنه اعترف بجريمته على الجوال علي أنكرها تماما وقال أنه بريء، وإلى الآن القضية في المحكمة. She was actually trying to get a divorce at that time when he killed her. كليشا ويليامز كان عمرها 16 سنة، تحب ترقص وتنزل فيديوهاتها على تيك توك. في ديسمبر عام 2020 جاتها دعوة من أصحابها القديمين، كانت حفلة بسيطة سووها عشان يتجمعون. الأم والأب وافقوا أنها تروح، حتى أنهم اتصلوا على أم الشخص اللي مسوي الحفلة، وقالت الأم أنها راح تكون موجودة طول الحفلة هناك عشان تتأكد أنهم بخير. كليشا مثلها مثل غيرها كانت طول الوقت في البيت، ما كانت تشوف أصحابها. هذه الحفلة كانت فرصة مناسبة أنها تطلع وتشوفهم وتقضي وقت معهم،
لكن للأسف الحفلة اللي كانت تتوقعها كليشيا كانت عكس اللي قالوها لأمها وأبوها. ما كانت داخل بيت الشخص اللي ادعاها، كانت في فندق هايات ريجنسي، والساعة 12 بالليل كليشيا صورت ونشرت آخر فيديو لها على تيك توك قبل لا تختفي. لما كانت في غرفتها ترقص وتسجل فيديوهات، باب الشقة انفتح. كليشيا خافت وسكرت الفيديو. بعد لحظات تم إطلاق النار من داخل غرفة كليشيا، لكن اللي في الحفلة ما حسوا بصوت الطلقات عشان الموسيقى كانت عالية. بعد ما عدت دقائق، اثنين من الأولاد دخلوا غرفة كليشيا وحصلوا جثتها ملقية على الأرض. شالوها على المصعد وتم استدعاء الشرطة والإسعاف. لما وصلوا الإسعاف قلبها ما كان ينبض، ما كانت تتنفس. شالوها للمستشفى والدكاترة حاولوا إنعاشها لكنهم فشلوا. الأم والأب اتصلوا على الأصدقاء عشان يطمنون عليها، لكن ما كانوا يقولون لهم الحقيقة. لين بعد 8 ساعات قالوا عن اللي حصل لبنتهم. انكسر قلب الأم والأب، وكانوا جدا معصبين على الأم اللي وثقوا فيها وما كانت قد الثقة، وكانوا يقولون أنها تتحمل المسؤولية كاملة. هذا كان كلام أبريل سميث، أم كليشيا. المجرم تم القبض عليه لكن ما صرحوا باسمه. دخل عليها بالغرفة، أطلق عليها بدون أي سبب، وبعد ما قبضوا عليه حكموا عليه بجريمة قتل وجريمة حيازة سلاح غير مرخص. بعد هذه الجريمة المحزنة، ناس كثير ظهروا مع عائلة كليشيا قدام فندق الريجنسي يطلبون العدالة. كانوا رافعين صور لها ولوحات كتبوا فيها أسئلة يبغون إجابتها. أبريل سميث قالت إيش صار بعد ما صورت فيديو التيك توك الساعة 12 دقيقتين وبعدها قتلت الساعة 12:23 دقيقة. أحتاج إجابات، كان عمل مشين وأنا أحاول أحل خطوط القضية لأني أعرف أن النظام مو قاعد يساعدني. اليوم هذا الناس يدورون الإجابات عن كليشيا، لأن حياتها انتهت بطريقة غامضة بعمر صغير. ماحيك بخاري كانت نجمة تيك توك، عمرها 22 سنة، ساكنة في إنجلترا. كان عندها فوق 100,000 متابع، وكان عندها أكثر من 3 مليون لايك. كانت تسوي فيديوهات ترند مشهورة، كانت تسوي فيديوهات ميك اب وفاشن، فيديوهات مع عائلتها وأصحابها. فيديوهاتها كانت حلوة وإيجابية. هذا الكلام تغير لما نزلت فيديو مثير للريبة في جانوري 3 عام 2022. الفيديو كانت فيه تمزح وتقول إنها قتلت أحد، وبعدها تبتسم وينتهي المقطع. أغلب المعجبين ضحكوا في التعليقات، كانوا يحسبون فيديو طقطقة عادي، لكن الشيء اللي ما يعرفونه أنها ما كانت قاعدة تطقطق. بعد شهر تقريبا في فبراير 22، ماحيك وأمها وبنت اسمها ناتاشا أخطر كانوا يلحقون بسيارتهم ولدين أساميهم محمد وسكيب حسين. مع الملاحق اصطدموا سيارتهم وخلوها تنقلب على جانب الطريق، الشيء اللي خلاهم يتوفون بعد الحادثة. ما كان واضح ليش لاحقوهم من الأساس، لكن اللي كان واضح هو ماضي ماحيك العنيف اللي كان مليان مشاكل. بعد القبض عليهم، ماحيك وأمها تم استدعائهم للمحكمة. خلال المحاكمة القاضي سألهم إذا هم يعرفون حجم الجريمة اللي اقترفوها، وبكل بساطة قالوا كلمة واحدة بس، قالوا إيه. محاكمتهم راح يتم إصدار الحكم النهائي فيها تاريخ سبتمبر من هذه السنة. وعوائل محمد وسكيب حسين خسروا أبنائهم بدون أي سبب. زوجة والد سكيب قالت سكيب كان متواضع جداً، كان مستعد يسوي أي شيء عشان يساعد الناس. دارس هذا ديفل، ما تطالع ميرور، كواليتي تايم درر، تعامل إلا بدولار. دارس هذا ديفل، ما تطالع ميرور.